متتبعي ومشاهدي قناة مغرب نيوز، كنتواجدوا الآن برياض السلام الملحقة الإدارية السابعة، حملة تنشيطية وكذلك محاربة ما يسمى بالباعة المتجولون. سيد قائد نبيل، قائد الملحقة الإدارية السابعة، يقوم في أثناء حملة تنشيطية لرياض السلام أجل تحرير الملك العمومي. بالمحمدية اليوم السيد قائد هذه الملحقة سيد نبيل يقوم بعملية تنشيطية من أجل تحرير الملك العمومي. زيد 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 عمالة المحمدية تجاوز المحمدية. سيد قائد نبيل قائد الملحقة يقوم بتحرير الملك العمومي. السابعة لعمالة المحمدية. هذه
يلا حيد علينا السيناريو، راه علمناكم السيناريو وحنا كنعلموكم القطار باش ما تقولوش لينا راه تعدينا على شي واحد. كلشي معلوم، كلشي علمناه. بطريقة إنسانية وكذلك بمحاولة للتحسيس وفهم أو تفهيم، كما نود الإشارة إلى أن شركة SOS وهي شركة ديال النظافة لأمانة محمدية حتى هي داخلة مع عملية تحرير الملك العمومي أجل تنظيف وتنظيم هذا. عملية تحرير الملك العمومي بالملحقة الإدارية مطلوبة. نتمنى على أن جميع المقاطعات والملحقة تقوم بنفس العملية. الملحقة الإدارية السابعة في باشوية المحمدية عمالة المحمدية. قائد نبيل ممثل السلطة المحلية وكذلك هو قائد الملحقة الإدارية السابعة مشكور على هذه البادرة التي يجب تعميمها على باقي العمالة من أجل تحرير الملك العمومي وكذلك نتمنى أن تمر هذه الحملة في أجواء سلسة. قائد الملحقة الإدارية السابعة
في إطار حملة تنشيطية وحملة تحسيسية في نفس الوقت من أجل تحرير الملك العمومي. يوم الشرعة.